ماذا تعرف عن رخصة تسوية العقارات غير القانونية؟ هي رخصة تم إعدادها من طرف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير، تهدف إلى تسوية وضعية البنايات غير القانونية. تمت المصادقة عليها بتاريخ 20 أبريل 2023 في إطار الالتزامات التي تعاهدت بها الوزارة، وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 ماي 2023. أتى هذا المرسوم تنفيذاً لنتائج الحوار الوطني حول التعمير والإسكان الذي تم تنظيمه من طرف الوزارة سنة 2022. فما المقصود من رخصة التسوية؟ أتى قانون 1290 الخاص بالتعمير بمجموعة من الرخص الجديدة. ضمن هذه الرخص رخصة التسوية، المقصود منها تسوية وضعية البنايات غير القانونية، من بينها البنايات التي تمت بدون رخصة أو البنايات التي لم تحترم التصميم المتفق عليه. رخصة التسوية تهدف إلى خلق وضعية قانونية سليمة للبنايات غير القانونية من أجل استغلالها دون مشاكل. رئيس المجلس الجماعي هو المسؤول على تقديم رخصة التسوية بعد دراسة ملف الطلب من طرف لجنة تقنية. تتكون اللجنة من مجموعة من الأعضاء يمثلون الوكالة الحضرية بشكل خاص. تسلم الرخصة داخل أجل مدته 60 يوماً من تاريخ وضع طلب الحصول عليه.